وزارة الخارجية. وزارة الخارجية المصرية أكدت نيتها اتخاذ إجراءات جديدة ضد دولة قطر، طبعا ده إذا استمر تدخلها في الشؤون المصرية. يذكر أو معروف أن الوزارة امبارح استدعت السفير القطري في القاهرة احتجاجا على تدخل قطر في الشأن المصري وتدعمها لجماعة الإخوان الإرهابية. طبعا يمكن امبارح كان في بعض الزملاء الإعلاميين علقوا على أن هم يعني مش عاجبهم أن بس نستدعي السفير ونقول له عيب كده ما يصحش، احنا عاوزين كنا اجراء اقوى من كده، رغم ان دوله قطر يعني دوله يعني شقيقه صغرى طبعا، وما كانش العشم، والكبير دايما بيكبر دماغه، بس كبرنا دماغنا كتير. ما كانش يلا العشم تعملي يا قطر، تعملي كده يا قطر. بس عايز اقول لك حاجه، يبقى ده خلاف حكومات مش شعب طبعا اكيد. إيه، انا سافرت قطر زمان وقابلت شباب قطري في منتهى الوعي، انا اندهشت. وفي منهم ناصريين كانوا، وفي يعني لهم ميول سياسيه مختلفه وعلى مستوى عالي جدا من الثقافه، مذوقين للفن المصري، وعملنا ندوات، لا ندوات شعريه، وتعرفنا على، كنا بنعرض مسرحيه. انا بقيت حابب قوي السهره اللي بعد المسرحيه مع هؤلاء الشباب. ولو تعرف الزمن، يعني التاريخ اللي بقول لك عليه ده من اكتر من 20 سنه، يعني الحكايه دي سنه 86 تقريبا، واخد بالك؟ يعني اكيد قطر كبرت دلوقتي. واخد بالك؟ انما يعني اقصد صدقيني ده خلاف حكومات وليه اغراض، واحنا متنبهين ليه حكومه قطر بتعمل كده وبتاع ليه ومين وراها. وبنأكد على مشاهدينا ان الموضوع فعلا ملوش علاقه بالشعب القطري اللي بنحبه وبنحترمه. أيوة. وبيحبنا وبيحترمنا. وانا شخصيا ليا اصدقاء من قطر يعشقوا ام كلثوم ويعشقوا الفن المصري والاكل المصري والشعب المصري والشوارع في مصر. ففعلا عشان نفصل بس ما بين موقف حكومه لاغراضه الخفيه وما بين شعب عربي يحترم ويقدر الاخت الكبيره مصر. والاغراض ما بقتش خفيه بالظبط على رايك يا عم صلاح.